رحل بيتسو موسيماني احد اهم المدربين الاجانب في تاريخ النادي الاهلي والكره المصريه، له منا كل التحيه. السلام عليكم and greetings to everybody at Al Ahly Football Club. مرحلة كانت مليانة إنجازات الأهلي مع موسيماني وبعض الإخفاقات أيضا، مثل أي مدرب له الكثير ولكن كان عليه القليل. مرحلة وانتهت استفاد منها موسيماني الكثير عشان كان بيدرب أكبر فريق في القارة، واستفاد الأهلي أيضا من مدرب كان يعرف كيف يفوز، كان يعرف الوصول لكل منصات التتويج. رحل موسيماني بسي في كبير، وسيبقى الأهلي أكبر بتاريخه وإنجازاته بماضيه وحاضره وأكيد مستقبله.